بالنسبة لرامي ربيعة مستمر يا كابتن سيد؟ رغم وجود وحش عنصر في الفرقة ممكن يبقى المشاركة بالنسبة له يعني ما كانتش موجودة النهاردة أو مش موجودة بشكل كبير في الفترة اللي فاتت، لكن هو واحد من عناصر الفرقة أكيد ممكن يبقى له دور، بس القرار الفني من مشاركة أو عدمها دي خاصة بموسيماني. لكن أنا متأكد زي ما قلت لك إن أنت هتمر في حاجات كتير قوي، فممكن أي دور أي لاعب يلاقي نفسه موجود في أي وقت، لكن هو كمان يبقى مستعد. مش رامي بقى الكلام ده لكل الناس نفسيا وبدنيا وفنيا، ورامي بيتمرن بمنتهى القوة، قد يكون مش موجود دلوقتي لكن ممكن الفرصة تجيله في أي وقت يعني.